وسيم عياشي فنان تونسي اشتهر بأغنياته ذات الإيقاع المتوسطي المحبوب. في موسم كهذا كان ليتنقل بين الفنادق والمطاعم لإمتاع الجمهور بصوته وجيتاره، لكن جائحة كورونا قلبت الأمور رأساً على عقب. المشكل صار أنه صارت إلغاء الحفلات، العديد من الحفلات تعطلت، يعني موسم كامل تعطل، موسم الصيف كيف تزر بتأجيل العديد من الحفلات، غير أنه مارس وأفريل وماي إلغاء الحفلات الكل. تونس مشهورة بمهرجانات الصيف التي يقصدها محب الفنون من كافة أرجاء العالم، ومن بينها مهرجان قرطاج الدولي الذي ينتظره جل الفنانين هنا. لكن إعلان وزارة الثقافة إلغاء جميع المهرجانات الصيفية ضيق الخناق على الكثير من المطربين وعازف الفرق الفنية. المطربة إشراق الرباعي تقول إن الحكومة مدت يد العون لمساعدة الفنانين، لكن الجهود ما تزال غير كافية. برشا ناس تضرت على الأخر، خاطر فما ناس تعيش من الموزيكا، فريمون من الموزيكا، كي نقول لك من الموزيكا معناتها تخدم في الليل تستقاط في النهار. تضروا برشا ناس، وزارة الثقافة حبت تعطي منح. يا أخي عطات من 18,000 محترف، عطات 60 ولا 70 معناها، ومش على مدة 3 أشهر، وإن شاء الله يكملوا يعطي. شرفتنا بالنور. لا تقتصر متاعب الفنانين في تونس على إلغاء حفلاتهم فقط. والشعوب العربية يعني ماديا ونفسيا، والتوسويس والخوف من المرض، واحنا والخوف اللي من العائلة، عندي بابا رجل كبير وامي، يعني اكثر خوف هو على الوالدين. اعادت السلطات التونسية فتح المقاهي والمطاعم ودور العبادة امام روادها بعد حظر صارم شمل معظم الأنشطة في البلاد عدا الضروري منها. وبينما تعود مظاهر الحياة الطبيعية تدريجياً، ينتظر كثيرون السماح بإقامة الحفلات العامة وفتح قاعات الزفاف مرة أخرى.